الأهلي بيحسم لقب دوري كرة الطائرة للمرة الرابعة على التوالي. يعني كرة الطائرة للمرة الرابعة على التوالي، أعتقد ده إنجاز كبير جدا، وكان على حساب نادي الزمالك في مباراة كانت مصيرية وحاسمة في نهاية الدوري بنتيجة 3-0. خبرات لاعبي النادي الأهلي في وجود عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح حسمت المباراة بواقع 25-22 25-23 25، يعني خلي بالكم يعني متقاربة جدا، ممكن يعني 3-0 تقول 3-0 ده ما فيش منافسه، لكن لما تبص للنتيجه 25-22 25-23 25-22 طبعا يعني كان في منافسه، لكن مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لنادي الزمالك، وببارك بقى لكابتن النادي الاهلي عبد الله عبد السلام. اهلا بك يا كابتن مصر، والف مبروك الفوز، انجاز يعني 4 سنوات على التوالي الفوز بالدوري، اعتقد ده انجاز كبير جدا. حبيبي يا كابتن، ربنا يبارك في حضرتك واهلا وسهلا بيك. الفرحه حلوه لما بتكون مباراه في الديربي ما بين الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي، بتبقى ليها طعم. مظبوط طبعا، مباراه حسم دوري، مباراه مهمه لينا، كنا خلاص يعني ايكوال في المكسب والخساره زي بعض، كانت مباراه تحسم. فطبعا زي ما حضرتك عارف يعني مباراه ديربي كله بيستنيها، بنحجز يعني بنكسب بيها دوري طبعا بيلها طعم خاص لينا واحنا وجماهيرنا. فالحمد لله رب العالمين، يعني بشكر الجهاز الفني وبشكر اللعيبه وبشكر مجلس الاداره الدعم قدمه للفرقه كله، فبقول لهم الحمد لله رب العالمين والف مبروك. عندكم قصه مع الزمالك في مين ملوك الصالات دي؟ كل شويه الزملكاوي يقول لك احنا ملوك الصالات والاهلاوي يقول لك لا احنا ملوك الصالات، يعني معركه وحاجه جميله جدا ومشرفه وبنحب الجو دوت. طبعا طول ما المنافسه في موجودة بحب ومفيش يعني ألفاظ خارجة أو حاجة خارج اللياقة الروح الرياضية، طبعا بتسعدنا طبعا جدا. فلو قلنا ملوك الصلاة، أنا بالنسبة لعبد الله كأهلاوي أنا قلت طبعا النادي الأهلي في كل الألعاب، حتى لو في بعض الفروقات في بعض الألعاب إن شاء الله مع الوقت بإذن الله تيجي إن شاء الله والأهلي يحسم الموضوع لقب ملوك الصالات ده. يعني ملوك الصالات في لعبات معينه؟ لا انا يعني الهاند بول الزمالك ممكن يكون فارق عن الاهلي بشويه. طبعا الحمد لله الطايره يعني احنا مسيطرين ومسيطرين سيطره تامه، يعني الحمد لله رب العالمين. دي مش حاجه مش غريبه علينا ولا جديده علينا، الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا يديمها نعمه. الباسكت المنافسه فيها صعبة شوية، الاتحاد موجود طبعا، رباعية موجود والاهلي طبعا المنافسة في الباسكت يعني بتروح وبتيجي طبعا بين الفرق، بس يعني ده يعني ده موضوع ملوك الصالات. انا بقول ملوك الصالات النادي الاهلي يعني بالبطولات والتاريخ يقول النادي الاهلي هو ملوك الصالات. يعني بالتوفيق والف مبروك وان شاء الله القادم يكون افضل. وفي بقى مشاركة افريقية ولا لسه؟ لا والله، هو المشاركة الافريقية السنة دي احنا ما رحناهاش، كان الزمالك هو اللي راح واخبط في اللقب، الترجي كسب الزمالك في النهائي. ايوه صح. ان شاء الله رب العالمين ربنا يسع الحال كده والظروف والدنيا تمشي على اكمل وجه كده السنه الجايه ان شاء الله، ويبقى ربنا خلصنا من فيروس كورونا كده والدنيا رجعت والحياه الطبيعيه الرياضيه رجعت، نقدر نشارك ان شاء الله في البطوله الافريقيه ونشارك في البطوله العربيه مع الدوري والكاس ان شاء الله، ونقدر نحسم الدنيا ونسعى جماهيرنا الحمد لله. واخبار المكافآت ايه؟ لا لسه والله لحد دلوقتي يعني طبعا خلاص، لا لسه والله لسه مستنيين بعد ما نخلص الكاس ان شاء الله رب العالمين. بطوله الدوري خلاص بنقفلها النهارده، عندنا يومين اجازه اللعيبه تفرح وتتبسط ونركز بقى في الكاس ان شاء الله، وبعد ما نخلص الموسم خالص ان شاء الله بقى نشوف المكافآت نتحاسب بقى بعد الموسم، نتحاسب بقى نقعد نتحاسب مع بعض. بشكرك كابتن وبالتوفيق والف مبروك يا كابتن. طيب الف مبروك كابتن عبد الله عبد السلام.